فتح نورين هو فرج حكى للعالم كله انه الجزائر هي دائما مع الشعب الفلسطيني، وهي لو شو مصاب هي ما بتعترف بشيء اسمه كيان. الشيء اكبر من انه اسمه رياضه، في شيء اخوه بين الجزائريه والفلسطينيه. هو يمكن اقتصر من الاولمبياد بس هو كسب حب الشعب الفلسطيني له، هو صار قدوه لكل الشباب الفلسطيني وحتى للشباب العربي، انه دائما الشيء لو خسرته في شيء احسن، شيء احسن من شيء بيكون. هم اصبحوا قدوه للشعب الفلسطيني، لكل لاعب فلسطيني كيف ضحى لاعب جزائري بتعب سنوات من عمره، بتعب تضحيات من عمره، بتعبه المادي النفسي، لما نزل اللاعب الاسرائيلي معه وهو انسحب عشان يكون انا يحكي انه انا كسبت محبه الفلسطينيين وانا بحب الفلسطينيين وانا داعم للقضيه الفلسطينيه. هو طبعا اقصى من الاولمبياد بس هو دخل في قلوبنا وما راح ننسى هذا البطوله، التضحيه تاعته طول عمره. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.